هذا تسجيل خاص بكنيسة القديسين للحظة التفجير. ما تخافوش. وهذا تسجيل لما حدث بعد التفجير. وهذه رواية لشخص كان داخل الكنيسة وقت التفجير. اللي حصل ان في واحد جاب عربية امبارح بالليل وحطها قدام الجامع. انت كنت جوه الكنيسة حسيت بايه؟ كنت جوه الكنيسة حضرتك، ما احنا ما حسيناش بحاجة، احنا غرقنا بمجرد ما لقينا الاشلاء كلها. بنسأل على العربية اللي حصل والكلام ده، قال لك واحد ساب العربية هنا وطلع من باب العربية وقال ان انا هضرب تليفون على بعد 50 متر كده، احنا مفجر العربية طبعا، والعربيات اللي حواليها كلها اتفجرت، الكنيسة والاشلاء في الطيارات. رفض رجال الكنيسة الإدلاء بتصريحات، ورفض كذلك رجال الشرطة، وكلهم تعللوا بوجود تعليمات عليا تمنعهم من ذلك. هنا وقع التفجير، وهنا سالت دماء كثيرة على حائط الكنيسة وعلى حائط المسجد المقابل لها، وهنا يبدو التوتر سيد الموقف بعد ساعات من التفجير، ولا يبدو أن هذا التوتر ستفلح جهود تنظيف المكان في إزالته. يبدو التوتر جليا في مشاهد ما بعد التفجير، ويبدو جليا كذلك في روايات شهود عيان سيما بين المسلمين من أبناء الحي. ابتدينا يعني نساعد اخواننا المسيحيين في 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 شيل بعض الأشلاء وبعض البقايا الأعضاء وكده، وفوجئنا ما كان في هدوء من الطرفين، وفجأة الأوضاع اتغيرت، ابتدوا هم يهاجموا المسجد وهتافات معادية وطوب ومولوتوف اتضرب. طلعنا هنا لقينا الدنيا مولعة، عربيات والدنيا مولعة، والشباب عريانين عمالين يضربوا في الناس ويضربوا في الأسعاف ويضربوا في النجدة. تبدو إدانة هذا الهجوم قاسما مشتركا بين كل من المسلمين والمسيحيين في الإسكندرية، وكذلك يبدو الحزن وإن زاد كثيرا لدى ذوي الضحايا، وأغلبهم بطبيعة الحال مسيحيون. وقد قوبل الهجوم بإدانات رسمية عدة سيما من قبل مؤسسة الأزهر، لكن رغم هذا يبدو التوتر شديدا في الإسكندرية وبخاصة بين المكلومين من مسيحيها. أسد الله الصاوي، بي بي سي، الإسكندرية.